الله وبركاته. أحييكم في حفلنا المبارك بمناسبة افتتاح قاعدة الضعايا البحرية للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود. معالي راعي الحفل، الحضور الكريم، بفضل توجيهات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه بمتابعة ودعم مباشرين من معاليكم، تم إنشاء هذه القاعدة والتي تعتبر لبنة من لبنات استراتيجية وتطوير وزارة الداخلية، والتي هي استكمالا لرؤية دولة قطر 2030. ولتحقيق ذلك فقد تم تحديث منظومة العمل في مجال العمل بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، حيث تم العمل على تطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة العاملين في هذا المجال من خلال إفادة العديد من الضباط إلى أرقى الكليات البحرية المتخصصة داخل وخارج الدولة، وكذلك إنشاء مركز تدريب بحري متخصص داخل القاعدة لتأهيل الكوادر الميدانية والفنية من خلال العديد من الدورات النوعية في مجالات اختصاصهم. كما تم تزويد الأسطول البحري بالعديد من القطع البحرية المتخصصة والزوارق بعيدة ومتوسطة المدى، وكذلك زوارق الإنقاذ والمهمات الخاصة لأداء مهامهم على نطاق الدولة بشكل كامل. وتحتوي قاعدة الضعايم على ورش للصيانة تضم أحدث المعدات، كما تضم العديد من الخبرات القطرية في مجال التصميم والصيانة. هذا بالإضافة إلى وجود وحدات ومقار تخدم فريق مجموعة المهمات الخاصة وفريق البحث والإنقاذ الذين نفخر بهما حماة للوطن وعيون ساهرة على كافة المياه القطرية. كل ما تضمنته القاعدة من منشآت أمنية وخدمية تم استكمال ترابطها بوجود ميادين للرماية وميادين تدريبية ومباني خاصة رياضية ولوجستية على أحدث برامج، لتكون عمل لرجال من السواحل والحدود لأداء مهامهم بكل كفاءة واقتدار. ونحن اليوم نجدد العهد على بذل الغالي والنفيس لحفظ أمن هذا الوطن، وندعو الله أن يحفظ بلادنا تحت راية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المقدس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي راعي الحفل، الحضور الكرام، والآن ندعوكم لمتابعة فيلم وثائقي عن تاريخ الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود منذ إنشائها عام 1951 ميلادي ووصولاً إلى يومنا هذا، اللحظة التي نحتفل فيها بافتتاح قاعدة الضعائن الجديدة. الحياة البحرية رسمت لقطر هويتها بإرث امتد لعقود من الزمن منذ إنشاء إدارة الشرطة البحرية، الاسم القديم للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود عام 1951، وهي تسعى دائماً إلى الأفضل ومواكبة الأكثر تطوراً وكفاءة. واستكمالاً لمسيرة تطور الإدارة، أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى توجيهات لإعادة هيكلة الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود وإنشاء قاعدة الضعاين بموقعها المتميز على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، لتكون محوراً للتحكم والسيطرة وبسط نفوذها الأمني على الحدود البحرية للدولة بطول 560 كيلومتراً. من الداخل، والذي تم تصنيفه من أفضل الزوارق البحرية على مستوى العالم لعمليات المراقبة والاستطلاع، موضحاً عليه أهم المناطق الرئيسية.
الحضور الكرام، أمامكم الآن الزورق من نوع هركليز 150، وهو أكبر فئة في أسطولة من السواحل والحدود للزوارق بعيدة المدى، ويبلغ طوله 48 مترا وعرضه 9 أمتار وسرعته القصوى 35 عقدا. وعلى متنه أسلحة ثقيلة 3 مدافع، إضافة على الأسلحة التي هي بحوزة الطاقم، ويستطيع المكوث في عرض البحر لستة أيام متواصلة بدون تزويد بالوقود، ولديه القدرة على الاستجابة السريعة والمرونة بالحركة والمناورات البحرية. ويليه زورقين من نوع هركليز 75، ويبلغ طولها 24 متر وعرضه 5 أمتار، وعليه نفس المواصفات الفنية ويقوم نفس الواجبات الأمنية. معالي راعي الحفل، بسم الله وعلى بركة الله، ندعو معاليكم لتدشين الزوارق الجديدة لمجموعة الهركليز، والتي تم ضمها مؤخراً إلى الخدمة ضمن أسطول أمن السواحل والحدود من فئة الزوارق بعيدة المدى. رجال البحر، رجال أمن السواحل والحدود، يؤدون التحية العسكرية لراعي الحفل. والآن تبتعد الزوارق بهيئة استعراض بحري وتقوم بعرض إحدى إمكانياتها، وهي تغيير خط السير من نقطة الارتكاز وتسمى بالسوينغ للمناورة السريعة والمفاجئة. السلام عليكم، معكم مقدم فهد الهادري من إدارة أمن السواحل والحدود. اليوم عندنا تدشين الإدارة الرئيسية لأمن السواحل والحدود بالإضافة إلى الزوارق تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر. تفرجوا اليوم ويانا على العرض معاكم في السناب الجاي. تعزيز الأمن على حدود السواحل البحرية لجميع سواحل دولة قطر، الله يكتب لنا الخير إن شاء الله وياكم، وإن شاء الله نتمنى أن احنا نكون قد المسؤولية الملقاة علينا. شاكر لكم حضوركم.
السادة الحضور، وصول راعي الحفل. وصول معالي الشيخ عبد الله بن ناصر الزاني راعي حفل وتدشين الافتتاح. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أيها الحفل الكريم، يسعدنا أن نرحب بكم في الاحتفالية الخاصة بافتتاح قاعدة الضعائن الجديدة التي ستسهم بإذن الله في إرساء منظومة الأمن البحري في دولتنا الحبيبة قطر وتوفير الحماية على كافة سواحلها البحرية. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء. السيطرة الأمنية على حدودها التي تقدر ب 75%، فإن الإدارة العامة والحدود تدعى دائما لمساعدة كل جديد يقوم رجالها بتنفيذ المهام والواجبات المنوطة بهم. عبد العزيز علي المهندي مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود فليتفضل مشكورا. وانطلاقا من الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، تم تدشين مشروع درع الوطن الأمني، وهو منظومة قيادة وسيطرة واستطلاع إلكترونية تلقائية بهدف مراقبة وتأمين وحماية المياه الإقليمية والمناطق الاستراتيجية لدولة قطر من أي اختراقات أو انتهاكات غير مشروعة. كما يوجد فريق المهمات الخاصة الذي يقوم ببسط السيطرة الأمنية على كامل سواحل الدولة وحماية المنشآت والمنصات النفطية ومكافحة عمليات التسلل والقرصنة وتهريب المواد الممنوعة وضبطها. قاعدة الضعائن، تحديث وتطوير الأسطول البحري للإدارة العامة لأمن السواحل والحدود باقتناء زوارق متطورة بعيدة المدى بأحجام مختلفة. تتميز بتقنية عالية وقدرة على مراقبة ورصد الأهداف والتعرف عليها وتحليل بياناتها ومن ثم التعامل معها وفق الآليات المعمول بها أمنياً. الوسائط البحرية قدرة على القيام بمهامها في بسط سيطرتها الأمنية على كامل سواحل الدولة. مع تزايد حجم أسطول الإدارة من الزوارق والوسائط البحرية المتنوعة، فقد احتوت القاعدة البحرية على ورش فنية وصناعية متخصصة على أعلى مستوى في صيانة الزوارق وفق المهام التي تقوم بها، مع توفير الإمكانيات اللازمة سواء الفنية زوارق بحرية جديدة تلبي حاجة الإدارة. في القاعدة ميناء للزوارق تم تشييده بأحدث التقنيات العالمية لاستيعاب جميع أنواع الوسائط البحرية بكافة أحجامها، مع الدعم اللازم لها وضمان دخولها وخروجها بانسيابية وسرعة عالية. كما تحتوي قاعدة الضعائن على مجموعة من المرافق الحيوية والخدمية والترفيهية، فاحتوت على عيادة مجهزة بكافة المستلزمات الطبية اللازمة لتوفير الرعاية الصحية والعلاجات المطلوبة. وعلى صعيد النشاط الرياضي، تم توفير الملاعب المتنوعة المكشوفة والمغطاة التي تصلح لإقامة البطولات وممارسة التدريبات الرياضية التي من شأنها رفع اللياقة البدنية لكافة العالم. تهريب مواد ممنوعة وضبط المخالفات البحرية ومكافحة أعمال القرصنة البحرية، وتضم بينها زورق سياف أحدث الزوارق التي تم تصنيعها في الورشة الفنية بالإدارة، ويبلغ طوله 38 قدم. الآن تمر أمامكم مجموعة من الزوارق التابعة للإدارة مناطق خارجية
وتعتبر دوريات روتينية واعتيادية لتغطية كافة سواحل الدولة، وتقوم بمهام الحراسة للموانئ والمنشآت البحرية والصناعية والبترولية، ومراقبة تنفيذ القوانين والقرارات المرتبطة في البحر، لتغطية الفعاليات الخاصة بالدولة. رجال مدربون على التضحية بحياتهم لإنقاذ مرتدي البحر والسواحل، ويعتبر طوق النجاة لهم في الأوقات الصعبة، ويتخلى لهم زورق الإسعاف البحري لتقديم الإسعافات الأولية للحالات الحرجة، والذي تم تصنيعه بكل فخر بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود وبالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية. وتمر من فوقنا الآن طائرات الاستطلاع الجوي، وهي من نوع جايروكوبتر، وقد دخلت الخدمة عام 2014، وهي تلعب دورا كبيرا في مساعدة الدوريات البحرية في الكشف عن الأهداف ورصدها عند الاقتراب من السواحل. أخونا الكرام، نشاهد أمامكم زوارق من نوع هركليز 110، وطول الزورق 34 متر، وعرضه يبلغ 7 أمتار، وتم تصنيفها من أفضل الزورق في مجال أعمال المراقبة والاستطلاع، وكذلك تعد من أقوى عناصر الرقابة والأمن والسيطرة على المياه القطرية ومكافحة القرصنة وضبط المخالفين وعمليات البحث والإنقاذ. وكما تتميز بميزات فائقة من ناحية التجهيزات الفنية والتكنولوجية والتسليح، والقدرة على اتصال قوي بين الوحدات العائمة وغرفة العمليات، بالإضافة إلى السرعة والقدرة على المناورة في مختلف الظروف والأحوال الجوية. لكم سيناريو البحث والإنقاذ. طبعا شوف قدامنا الآن هو سيناريو إنقاذ بحرية. وها هو لم يلتزم بإرشادات الأمن والسلامة بقيادة الدراجة المائية برعونة وعدم ارتداء سترة النجاة. وها هي طائرة الاستطلاع الجوي تقوم بمهمتها الاستكشافية، وتصل سريعا إلى مكان الهدف خلال ثوان معدودة لإنقاذ الأرواح، ومن خلال قدرتها على التواصل مع العمليات وفريق البحث والإنقاذ يتم تحديث الهدف بدقة عالية. والآن نتابع معكم عملية إنقاذ الغريق من خلال فريق البحث والإنقاذ. وكما تعلمون فإن العوامل التي قد تؤدي إلى الغرق متعددة، مثل الجهل بالسباحة أو الإجهاد أو الإصابة في البحر التي قد تؤدي إلى اختناق الشخص من الماء وعدم قدرته على التنفس، ولكن إذا تمكن الفريق البحث والإنقاذ من الوصول إليه في الوقت المناسب فإنه قد يتمكن من إنقاذه.
صدق رسولنا الكريم إذ قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي الختام نشكر لكم تشريف معاليكم، والسلام عليكم. كان لهذا التطور أن يؤتى ثماره إلا بانعكاسه على أداء وعمل رجال أمن السواحل والحدود الذين اتخذوا من قاعدة الضعائن مركزا للتدريب والتعليم ووضع الخطط ومتابعة الأداء والقيام بواجبهم في تأمين وحماية السواحل البحرية. وما نشاهده من التميز في أداء كل من مجموعة المهمات الخاصة عيون البحر الساحرة وفريق البحث والإنقاذ الذي لا يعرف الراحة في الحركة والمناورات البحرية. طبعاً هذه الزوارة ويليه زورقين من نوع هركليز 75 ويبلغ طولها 24 متر وعرضه 5 أمتار وعليه نفس المواصفات الفنية ويقوم نفس الواجبات الأمنية. معالي راعي الحفل، بسم الله وعلى بركة الله ندعو معاليكم لتدشين الزوارق الجديدة لمجموعة الهركليز والتي تم ضمها مؤخرا إلى الخدمة ضمن أسطول أمن السواحل والحدود من فئة الزوارق بعيدة المدى. رجال البحر، رجال أمن السواحل والحدود يؤدون التحية العسكرية لراعي الحفل. والآن تبتعد الزوارق بهيئة استعراض بحري وتقوم بعرض إحدى إمكانياتها وهي تغيير خط السير من نقطة الارتكاز وتسمى بالسوينج للمناورة السريعة والمفاجئة. تغطية الفعاليات الخاصة بالدولة فهي تعتبر عيون البحر على مدار ساعة. العيون الساهرة حفظكم الله. اسمحوا لي أصور لكم كاميرا من بعيد.
إذا شفتوا صورة غير واضحة العذر والسموحة يا شباب. نشاهد أمامكم زوارق من نوع هركليز 110، وطول الزورق 34 متر وعرضه يبلغ 7 أمتار، وتم تصنيفها من أفضل الزورق في مجال أعمال المراقبة والاستطلاع، وكذلك تعد من أقوى عناصر الرقابة والأمن والسيطرة على المياه القطرية ومكافحة القرصنة وضبط المخالفين وعمليات البحث والإنقاذ. تحية. وكما تتميز بميزات فائقة من ناحية التجهيزات الفنية والتكنولوجية والتسليح والقدرة على اتصال قوي بين الوحدات العائمة وغرفة العمليات، بالإضافة إلى السرعة والقدرة على المناورة في مختلف الظروف والأحوال الجوية. اللهم لك الحمد والشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت اليوم بالاطلاع على افتتاح قاعدة الضعاين البحرية اللي تعتبر من أفضل القواعد البحرية على مستوى الخليج والشرق الأوسط، اللي شفناه شيء مشرف من مباني إدارية، من قاعات تدريب، وحتى الأسطول البحري اللي تم استعراضه اليوم شفنا أفضل السفن البحرية وأفضل الزوارق المتخصصة في مجال حماية السواحل البحرية لدولة قطر. نتمنى للإخوان في الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود مزيد من التقدم والتوفيق، ونشد على يدهم في موضوع التصنيع المحلي اللي شفناه شيء مشرف. احنا تعرفنا في السابق على تصنيع الزورق المخطاط اللي دخل خدمة فترة سابقة، واليوم شفنا الزورق سياف والإسعاف البحري اللي نشوفه لأول مرة. نتمنى لهم مزيد من التوفيق إن شاء الله. الله يجزاك خير. متابعين كرام، معاي النقيب عبد الله المريخي، شرح بسيط عن المبنى العام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المبنى مبنى قاعدة الضعاين، مبنى ومقر إدارة العامة لأمن السواحل والحدود. فخورين بهذا المبنى، فخورين بهذا الافتتاح. المبنى يتكون من ميناء خاص بالزوارق، يضم مكان حق أكثر من 100 قارب وأكثر من 40 زورق بعيد المدى. يتكون من الورش الداعمة مثل ما تشوف، ورش أساسية، ورش داعمة، واستورات. ومن هذا المبنى، من هذا المنطلق، نقوم بالصيانة على جميع الزوارق الموجودة. المبنى لله الحمد يتكون على ملاعب رياضية، صالة رياضية، مسبح، ثكنات للسكن للشرطة. عندنا ثكنة الأفراد موجودة هنا، وعندنا الفندق الخاص بالنزلاء وضيوف الإدارة، وعندنا ثكنات الضباط. يتبعها من وراء لو تلاحظ عندنا الميز العام اللي هي أو تسمى غرفة الطعام. عندنا محطات البترول في الخلف، والمسجد الجامع اللي في النص هذا، وفيه من ضمن الإدارة بعد اللي هو مبنى الإطفاء الخاص بالإدارة اللي بيدعم الإدارة بالكامل والمرافق والميناء. عندنا أقسام الإمداد وتجهيز مهبط للهليكوبتر. وهذه هنا الورش اللي الخاصة بالزوارق تكلمنا عنها في الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت اليوم بالاطلاع على افتتاح قاعدة الضعاين البحرية اللي تعتبر من أفضل القواعد البحرية على مستوى الخليج والشرق الأوسط، اللي شفناه شيء مشرف من مباني إدارية، من قاعات تدريب، وحتى الأسطول البحري اللي تم استعراضه اليوم شفنا أفضل السفن البحرية وأفضل الزوارق المتخصصة في مجال حماية السواحل البحرية لدولة قطر. نتمنى للإخوان في الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود مزيد من التقدم والتوفيق، ونشد على يدهم في موضوع التصنيع المحلي اللي شفناه شيء مشرف. احنا تعرفنا في السابق على تصنيع الزورق المخطاط اللي دخل خدمة فترة سابقة، واليوم شفنا الزورق سياف والإسعاف البحري اللي نشوفه لأول مرة. نتمنى لهم مزيد من التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المبنى مبنى قاعدة الضعاين، مبنى ومقر إدارة العامة لأمن السواحل والحدود.
فخورين بهذا المبنى، فخورين بهذا الافتتاح. المبنى يتكون من ميناء خاص بالزوارق، يضم مكان حق أكثر من 100 قارب وأكثر من 40 زورق بعيد المدى. يتكون من الورش الداعمة مثل ما تشوف، ورش أساسية، ورش داعمة، واستورات. ومن هذا المبنى، من هذا المنطلق، نقوم بالصيانة على جميع الزوارق الموجودة. المبنى لله الحمد يتكون على ملاعب رياضية، صالة رياضية، مسبح، ثكنات للسكن للشرطة. هذا النوع من أنواع الأسطول البحري اللي انضم مؤخرا إلى الإدارة العامة، اللي هو من نوع آرس تركي الصنع، طوله 24 متر، يستعمل في الدوريات البعيدة المدى. هاي النوع الثاني من الأسطول البحري اللي منضم مؤخرا، اللي هو طوله 34 متر، نفس الشركة اللي هي أرس، يستعمل في دوريات بعيدة المدى. وطبعا هذا أكبر الزوارق اللي انضمت مؤخرا عندنا، اللي هو 48 متر، كذلك يستعمل في الدوريات بعيدة المدى. يضم على متنه زوارق اثنين للتحرك السريع، وعندنا منه في الإدارة عدد زورقين. اي نعم، الله يجزاك خير. حاضرين، الله يسلمك، في الخدمة، الله يجزاك خير. هذا النوع من أنواع الأسطول البحري اللي انضم مؤخرا إلى الإدارة العامة، اللي هو من نوع آرس تركي الصنع، طوله 24 متر، يستعمل في الدوريات البعيدة المدى. هاي النوع الثاني من الأسطول البحري اللي منضم مؤخرا، اللي هو طوله 34 متر، نفس الشركة اللي هي أرس، يستعمل في دوريات بعيدة المدى. وطبعا هذا أكبر الزوارق اللي انضمت مؤخرا عندنا، اللي هو 48 متر، كذلك يستعمل في الدوريات بعيدة المدى. يضم على متنه زوارق اثنين للتحرك السريع، وعندنا منه في الإدارة عدد زورقين. اي نعم، الله يجزاك خير. حاضرين، الله يسلمك، في الخدمة، الله يجزاك خير. تابعين وكرة لايف، معي من أمن السواحل والحدود النقيب حمد بن علي النعيمي، راح يشرح لنا إن شاء الله عن المجسمات اللي موجودة طال عمرك. يا مرحبا ومسهلا فيكم. طبعا في البداية، هذا المركز العام اللي هو يختص في تسجيل الوساطة البحرية اللي طالعة وداخلة من البحر، موجود عندنا منه اثنين حاليا، واحد في موقع اللي هو في جزيرة السافلية، الأشخاص اللي يسجلون خروج من الدوحة يمرون على هذا المركز العائم. المجسم الثاني بيكون المركز العائم بس من نوع ثاني، اللي هو فيبر، بيكون طبعا موقعه في العالية لتسجيل حركات الخروج والدخول إلى البحر. اي نعم، عندنا هذا الزورق إيطالي الصنع، يستعمل في مهام البحث والإنقاذ، مخصص لفريق الغطس. وعندنا